بدعوة محبة من نيابة بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الأردن، شارك رؤساء وممثلو مختلف الكنائس في المملكة بحفل استقبال للمطران الجديد الأنبا أنطونيوس المعين من قبل قداسة البابا تيودروس لرئاسة الكنيسة القبطية في الأردن وفلسطين. وحضر الحفل عدد من الأساقفة والكهنة والراهبات من مختلف الكنائس في الأردن، وأمين عام وزارة السياحة عيسى جمه، وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الكنسية ووسائل الإعلام. وألقى كاهن كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الأردن قدس الأب أنطونيوس الصبحي كلمة الترحيب والتعريف بالمطران الجديد، شاكرا الحاضرين على مشاركة الكنيسة القبطية فرحتها ومناسباتها. يسعدني ويشرفني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن تقضي هذه الليلة المباركة التي يصعب الوصف عن الفرحة قلبنا بأهالينا وأبائنا المطرنة وأبائنا الكهنة وإخواتنا الشمامسة وأخواتنا الراهبات وبعض المسؤولين في الدولة. هذه الليلة ستسجل في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في الأردن لوجود حضراتكم جميعا معنا ولحضور نيافة مطرنا الجديد الأنبا أنطونيوس. أهلا وسهلا بكم. وبدوره تحدث المطران الجديد والذي عبر عن غبطته بالخدمة الأسقفية في الأراضي المقدسة، مؤكدا أنه ليس غريبا بل أن يشعر نفسه بين أهله، وسيقدم كل عطاء وخدمة ومحبة لجميع أبناء الكنيسة، شاكرا حضور الجميع. بالصدق وبأمانة أول مرة أدخل الأردن، أول مرة أجيها كزيارة، ولكن لا أشعر أن أنا غريب في المكان. يعني شعرت بصدق المحبة، بصدق الأخوة، شعرت بأني في وطني، مش برا وطني، في زيارة. تشرفنا بلقاء جلالة الملك وكان لقاء ودود جدا، كله محبة. والآن تشرفت بلقاء الآباء المطارنة والآباء العساقفة والآباء الكهنة كلهم الخوارنة وكل الحضور، ولمست فيهم الحب الصادق الذي من القلب، زي ما بيقول سليمان الحكيم: كما الماء كما الوجه للماء هكذا القلب للقلب. وكان المطران الجديد قد التقى أيضا في القصور الملكية العامرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث هنأه جلالته رسميا بالمنصب الجديد. كما التقى خلال زيارته خدام وخادمات وشمامسة الكنيسة في قاعة كنيسة السيدة العذراء والشهيد ماري جريس للأقباط الأرثوذكس. والتقى أيضا الرعية القبطية في الأردن وعبر عن غبطته بهذا اللقاء، وهو لقاء المحبة الأول بينه وبين رعيته في الأردن، وكرم الأباء المسؤولين عن الرعية بالصليب الكريم. وفي ذات السياق شكر الأب أنطونيوس نيافته وقدم له باسم الشعب هدية أيقونة السيدة العذراء. وترأس أيضا قداسا إلهيا في ذكرى دخول السيد المسيح لأرض مصر، عاونه عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين.